السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا ومشاهدينا من كل مكان، أهلا بكم جميعا بالقناة. النهاردة في الفيديو هنتكلم عن تحليل الصفرة للأطفال حديثي الولادة. بنعمل التحليل ده ومن خلال هذه النتيجة بنعرف الطفل محتاج علاج ضوئي من خلال الحضانة ولا هو محتاج علاج عن طريق المنزل. فخليكم معانا لنهاية الفيديو، ولو انتوا بتشوفونا أول مرة شرفونا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. الصفرة هي عبارة عن ارتفاع مادة اسمها البيليروبين في الدم، وبتكون الأعراض بتاعها في صورة اصفرار للجلد أو العينين أو الأنسجة المخاطية للطفل، وده بيظهر بعد عدة أيام أو الساعات الأولى من ولادة الطفل. عشان كده بنعمل التحليل عشان نطمن على نسبة الصفرة. عندنا ثلاث أنواع في الصفرة: توتال اللي هو الصفرة الكلية، ودايركت بيليروبين اللي هي الصفرة مباشر، وإن دايركت بيليروبين وهي الصفرة الغير مباشر. اللي يهمنا دايما اللي هو التوتال بيليروبين، بنشوف النسبة بتاعتها كام. لو لقينا النسبة دي عدت المعدل الطبيعي اللي هو بيكون 13 بالنسبة للأطفال حديثي الولادة، يبقى هنا الطبيب هيبدأ يعمل معادلة مع النسبة اللي بتظهر عندنا في التحليل ووزن الطفل، ومن خلال الناتج بتاعه بيقدر يحدد طريقة العلاج، هل هي حضانة أم علاج في المنزل. يبقى أهم حاجة نحافظ أو نسبة الصفرة ما ترتفعش عن 13 عشان ما يدخلش الطفل عندنا إيه حضانة. طب إيه هي أسباب الصفرة عندنا؟ ليها أسباب عديدة، ومن أسبابها أسباب فسيولوجية، يعني أسباب طبيعية إنه ترتفع الصفرة في الأطفال حديثي الولادة. وليها سبب تاني وده موضوع الفيديو بتاعنا، وهي الصفرة التكسيرية. عشان في أغلب الأحيان يرجع وجود الصفرة التكسيرية إلى اختلاف فصيلة دم الأم عن الطفل، وده ليه عندي مثالين. المثال الأول إنه فصيلة دم الأم بتكون O والطفل بيكون A أو B، وده بيكون ليه معادلة حسب فصيلة دم الأب. لو الأم فصيلتها O موجب، يبقى عندي ثلاث احتمالات حسب فصيلة دم الأب. أول حاجة، لو فصيلة دم الأب O زي فصيلة دم الأم، يبقى هنا مفيش مشكلة خالص. طب لو فصيلة دم الأب الاحتمال الثاني AB، يبقى لازم نتابع الصفرة من أول ولادة الطفل، لأن احتمالية فصيلة دم الطفل هنا هتكون ايه او بي، وحدوث الصفرة التكسيرية برضو هيكون موجود. عشان كده بنتابع الصفرة في حالة لو فصيلة دم الام مختلفة عن فصيلة دم الاب، يعني الاب اي بي والام كانت فصيلتها مثلا او. تمام. الاحتمال الثالث، لو فصيلة دم الاب ايه وحديها او بي وحديها، يبقى هنحلل للطفل فصيلة الدم. لو الطفل هنا طلع فصيلة دمه O زي مامته، يبقى مفيش عندنا مشكلة. أما لو طلع فصيلته A أو B زي وأبوه، يبقى نتابع الصفرة عشان هيكون عنده احتمالية الصفرة التكسيرية. ده بالنسبة للاحتمال الأول. نيجي للاحتمال الثاني، الأم الـ RH بتاعتها سالب والطفل الـ RH بتاعه موجب، يبقى عامل ريسس هنا بيفرق معانا في حالة العامل الرصاص السالب بالنسبة لمين؟ للأم. لما بتكون الأم RH سالب والطفل RH بتاعه موجب، ممكن بينتج عنده أجسام مضادة في الجسم بتاع الطفل، أجسام مضادة معينة تؤدي إلى تكسير كرات الدم الحمراء وزيادة مادة الصفرة اللي هي البيلوروبين. تمام. يبقى لازم نطمن على الطفل ونعمل ليه تحليل فصيلة الدم بعد الولادة مباشرة عشان نشوف هل هو متوافق مع الأم أم لا. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، ولو في أي سؤال يخص تحليل الصفرة يريد تتركوه لنا في التعليقات. دمتم سالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.